ايه يا لوزر؟ شفت التمرين؟ خايف طبعا. ها لسه ناوي تكمل؟ بص يا سيدي، لو فكرت تنسحب دلوقتي اوعدك ان اكلك نص الكوره، وبيني وبينك. ثانكس مان، مش انا اللي انسحب، انا يا اما اخسر واكلها كلها يا اما اكسب واكلها لك. طموح قوي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا لوزر. لوزر. يلا فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ مالكوا كتانين كده ليه؟ بصراحه يا سيدوني، احنا بعد ما شفنا فرقه الامريكاوي دول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجاه، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ماخ ده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوا اديلهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقالنا كام يوم. اه قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا، خايفين؟ سيسي بويز. لا يا سيدوني، احنا ما قلناش كده. ما انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا. عايزين تنسحبوا انسحبوا، انا ما يهمنيش، انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. انت هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرسيه تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس، انت عارف كويس قوي هترجع لايه. عارف هترجع لايه. وفين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه. عايز قهوه زياده تجيب له ساده يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي، مش عايز حد فيكم. بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عايز يبقى معايا؟ انا معاك يا سيد جوني. حلو، ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سيد جوني. معاك يا سيد جوني. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا نقسم فرقتين. بنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله ما فيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري أنا الأربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على إيه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. أوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات؟ نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. أنا هزر. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي.
انا ربطت دلوقتي. ايه جنابك ربطها لي؟ ربطت الرباط الصليبي. ايه لا، الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه. ده رباط عاده. عاده؟ انا مش قادر افهم يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد. انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة أنا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون كام داون، إحنا جايبينهولك. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ هنروح هنشوف أخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجة زي كده في المزاريطة؟ إذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الأمل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى مية، وده عمره ما دم ما يبقى مية، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى إيتي إيديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا، أجيب عصير وبتاع. معقول مرة تشرفوني في الوحدة ما تاخدوش عصير ولا أي حاجة؟ لا تشرف. اتفضلوا، ده مكان أكل عيش، يلا خدوا الجثة دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش مية كمان شوية، ده كبابجي. امشي يلا يلا، احنا مش عصير هزار. شفت بقى حضرة العمدة الدنيا ضيقة ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتر. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشرة دول انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. اه من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصليح الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، حاجة ولاعة، موبايل. تعال بقى حضرة العمدة، الرزق يحب الخفية. شفت الصايع بيسوق نفسه إزاي؟ أنت خسارة في البلد دي. شوف أنا بلا فخر. يا بنت يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش. احنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم. هو شكله ما يديش، بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهده على اي حاله تجدها. خلاص خلاص هتجيبني انا صداع نصفي يا اخي، مش ممكن. ما ينفعش. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي ما خلاص يا عم بقى. الله، احنا تسلك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده، عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟